اهلا وسهلا فيكم من وين ما كنتوا وين ما كنتوا، اهم شيء تكونوا جوعانين. حلقه اليوم احنا في بروكسل بلجيكا. لما نيجي نحكي الأكل البلجيكي، يمكن أول وأشهر مكون في أوروبا في هاي المنطقة من العالم صراحة، مش بس بلجيكا، بلجيكا فرنسا حتى في بريطانيا في ألمانيا في هولندا، البطاطا. وهون في بلجيكا عندهم طريقة مختصين فيها، احنا بنسمع اسمها ايش؟ فرنش فرايز. هون بايش بأي اسم راح نطلبها؟ تعالوا تعالوا. بونجو، هاي وان بلجن فرايز. يس وان صوص، تو صوصز، وان مايونيز اند وان عكيفك انت قرر. سمعتوا ايش اسمها؟ بلجن وافلز. ايوه بلجن وافلز، هاي اللي هاي الفقره اللي بعد هاي انا كثير متحمس عليها، بس بلجن فرايز يعني البطاطا المقليه البلجيكيه. وعندهم هون طريقه قليها، هو انه اوروبيين زمان عشان يدفوا اكثر وعشان يرخصوا على حالهم فكره البطاطا كانوا يقلوها في دهن الخنزير، فدخلوا دهن الخنزير بدل الزيت. مع الوقت ومع التطور صاروا يقلوها بدهن الخنزير مع الزيت او بالدهن البقري مع الزيت، اتوقع هذا اللي احنا راح ناخده. وعندهم عمليه الدبل فراينج، بتشوف في مكانين للقلي، اول شغله بتنزل البطاطا تستوي من جوا تصير طريه في زيت معين، بعدين بتروح على زيت ثاني حرارته مختلفه عشان تصير كريسبي من برا. اجين مقليه في زيت وفي دهن حيواني، فالمفروض حبه البطاطا تكون ايش هيك عامله في حالها شادي حيلها هيك. لما نيجي ناكل بطاطا مقلية شغلتين دائما بنفكر فيهم، كيتشاب ومايونيز. الكيتشاب عارفينه، المايونيز من وين طلع؟ هنا، هنا الموطن الأصلي للمايونيز. في البلد وفي أوروبا بشكل عام بيهتموا كتير في موضوع الصحة، فعندهم هاي التاجز اللي بيحطوها على الأكلات من أخضر لأحمر على حسب قد الأكل صحية. وبقرار ملكي، تخيلوا الملك يطلع قرار رسمي بس عشان خاطر المايونيز، ما تحطوا عليه أي تاج عشان خلاص هو تبعنا مشوا لنا إياه. فإذا في مكان الواحد مستاهل يأكل فيه مايونيز هو هاي المدينة أو هاي البلد. والله بتقرمش ألف يا اخي. بتحس بحبه البطاطا انه فيها دسامه هيك، فيها شيء غير انها انقلت بس في الزيت، فيها قرمشه زاكي وفيها الطعمه كمان فيها يعني لما نحكي دهن بقري يعني سمنه، يعني تخيلوا في بلجيكا بيقلوا البطاطا بالسمنه والزيت. يلا يا اخواننا اللي بعده نتمشى في بلجيكا وناكل البطاطا المقليه. المشي في وسط البلد هنا في بروكسل، واحد بيشوف محلات شوكولاتة كتير كتير والسياحة كتير بيرتادوها. معروف طبعا هنا بلجيكا هي بلجن شوكولات، نحكي عن بلجيكا بنحكي عن بلجن شوكولات وبلجن وافلز، أول شغلتين بخطروا في بالي أنا شخصيا. خلي الوافلز بعد شوي رح ناكلها، وأقول لكم شغلة حخلوا الشوكولاتة للنص الثاني من الحلقة، لأنه يمكن مش أحسن أماكن هاي الأماكن في المناطق السياحية الواحد يأكل فيها شوكولاتة. الجزء الثاني من الحلقة حنروح على المدينة اللي في بلجيكا اللي الواحد يجي عليها عشان يأكل شوكولاتة. الحين نروح ناكل وافل. الوافل في بلجيكا يا أصدقاء نوعين، عندهم نوعين مختلفات من الوافلز، واحدة وافل بروكسل مدينة اللي احنا فيها، وواحدة وافل مش بروكسل اللي هي المدينة الثانية اللي هي الوافل المعروفة من مدينة ليج، هي المدينة اللي طلعت الوافل. ايش الفرق بينهم؟ وافل بروكسل بتكون أنشف شوي، بيكون ما فيها بيض أتوقع، بتكون يابسة. الوافل الثانية هي الوافل الطرية الوافل الغنية. لكن اللي أنا ملاحظه هون، وهي مش أول مرة أجي فيها على بلجيكا، اللي ملاحظه إنه الوافل عندهم مش معبي كتير اشياء، يعني الوافل الاولى عندي بس عليها سكر، الوافل الثاني عندي عليها بطاطا، انا مخي في البطاطا اللي اكلتها قبل شوي، عليها فراوله مطبوخه هيك بشكل خفيف. طيب نقول بسم الله وناكل. ناكل مين اول؟ ناكل احنا في بروسلز، ناكل بروسلز وافل اول. عجيبه هاي الوافل، غير
هيك هش كأنه الواحد بأكل بسكوت بس مش بسكوت، وافل بس مش وافل، ايش بسموها هذه البانكيك بس مش بانكيك. دائما الواحد بحط على الوافل ايس كريم وشوكولاته وموز وفراوله ومليون الف شغله، الواحد بطل يحس بالعجينه نفسها. هون بتحس بطعمه العجينه، هون بتحس انه في شغله اسمها وافل انا اكلتها بعيد عن المكونات اللي فوق الوافل. فالمهم كلوا وافلز واشربوا قهوة مع البسكوت، واحكوا شكرا بلجيكا وشكرا لهذا المكان على فكرة القهوة والبسكوت اللي في كل مرة بنشرب فيها فنجان قهوة بتلاقي جنبيها قطعة بسكوت. هذا المكان هو أول واحد فكر بهاي الفكرة، بسكوت بالزبدة وقهوة. وإيش كمان اللي بعده؟ كل اللي اكلناه قبل شوي اخواننا تسخين، قاعدين نحكي بس بسم الله وويلكم تو بلجيكا. الحين ايش بدنا ندخل في الضرب الغميق، ولما تحكي بلجيكا وضرب غميق ما راح تتوقع ابدا اللي حقول لكم اياه الحين. بط مطبوخ بالعسل والبرتقال. اذا ذكرتي صح اخر بطه اكلتها، اخر مره اكلت بط يعني، كانت في الشرقية عند الفلاحين في حلقات مصر. تخيلوا أكل الفلاحين في مصر بيأكلوا بط، أكل المجتمع الراقي والملكي في بلجيكا برضو بيأكلوا بط. البطة هاي ما تستهينش فيها، كائن غريب يعني، صح إنه هي طير بيشبه الدجاجة لكن لحمته حمراء، ولما ينطبخ على عكس الدجاج برضو الدجاج لازم يكون استوى كامل، ما بنفع دجاجة تكون ميديم. في البط بيعملوه زي الستيك، فممكن تأكله رير، ممكن تأكله ميديم، وممكن تأكله ويل دون. شعور غريب انك تحط برتقال على البط، فيها اصلا الصوص هيك بتحس فيها حلاوه خفيفه، العسل مش كتير حلو يعني، اكله مالحه لساتها، اكله مالحه مش اكله حلوه. مع البرتقال بتتغير. تسلم ايدك يا شيف، يعطيك الف عافيه. على راسي على راسي. صدقوني لو حطينا هاي القطعه قدام كتير من الناس وقصناها وورجناهم يا اخواننا هذه، شوفوا هاي القطعه من شكلها من لونها ايش راح تكون، قليل راح يتوقع انه هذه بط، قليل راح يتوقع انه هذه مش لحمه بقر او خروف. صدقوني بط طعمته موزونه جدا، لكن الشغل النكهه اللي جايه على البط هي البرتقال. حلوه، عشنا واكلنا بط بالبرتقال. اللي بعده بروكسل يا أصدقاء هي تاني أكثر مدينة في العالم فيها اختلاف في السكان تبعونها، يعني في 184 جنسية مختلفة عايشين في بروكسل. مين الأولى بالمناسبة؟ مدينة دبي، 201 جنسية مختلفة في دبي. الشاهد في الموضوع أنه إحنا هون في بروكسل في وسط المدينة عندك مطاعم من كل أنحاء العالم، اليوناني، تركي، عربي، أوروبي، غيره. مين المطعم اللي ما شاء الله لام الدنيا؟ مين المطعم اللي عنده الزحمة؟ شو ببيع هذا المطعم؟ تعالوا نشوف. اهلا وسهلا، شاورما يا اخوان. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. مطعم اكسبرس، مطعم لبناني ببيع شاورما. مش عارف شو احكي غير انه احنا انتصرنا في معركة الاكل، معركة الاكل حول العالم شاورما انتصرت فيها. صرنا في مطعم لبناني وحط لك طحينة على الفلافل. صدق لو مش حاط طحينة على الفلافل كان لا كان ما اكلتهاش، لانه في طحينة وطماطم مع الفلافل خلاص نقول بسم الله. هيدي الحلوم المشهورة. طيب انا بقول لك سلم ايديك. ولو صحة وهنا. على راسي على راسي. هاي سندويش الحلوم بدك تاكلها مع شوية ثوم. مع بيب. شوية ثوم بتحط لها شوية ثوم وبتاكلها، لانه هيدي نحن مخترعين الحلوم مع الثوم. هيك الدكتور قال. هيك الدكتور قال. الدكتور قال بتحط الحلوم في الثوم. والله منك اسفك يا اخواننا. هاي سندويش الحلوم مشهورة كثير هون، لدرجة انه ماستر شيف فرنسا اتوقع السنة الماضية يعني حكى عن هذا المكان، عن هاي الجبنة خصوصا، قال لازم تاكلوا سندويش الحلوم
في هذا المكان، تخيلوا مكان في بلجيكا أبدع في الحلوم لهذه الدرجة. بسم الله. نفسي أكل الشاورما بس الحلوم زاكي. حلوم زاكي يا شباب والله. طيبة 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 طيبة. سلم إيديكم. كل شوي بسيبها وبروح للشاورما بعدين برجع للهاي مرة ثانية. هاي خدعة. جاي أكل شاورما أنا. ناكل شاورما عشان نختم اليوم، عشان تكملة الحلقة راح تكون بكرة الصبح، عشان أنا مش نايم من امبارح. يلا بسم الله. هيه والله شعور جميل يا أصدقاء لما الواحد يختم يوم صعب وطويل بسندويش شاورما، بتحس انه هيك الدنيا حضنتك، الدنيا قالت لك يعطيك العافية يا ولدي، انت تستحق يوم جميل بكرة ان شاء الله. وبكرة بنكمل جولة تانية برا بروكسل، نروح على مدن مختلفة. فما مش خلصتش حلقة اليوم، شوفكم بكرة الصبح. صباح الخير. صباح الخير يا أصدقاء في مدينة بروج، لساتنا في بلجيكا. مدينة بروج تعتبر واحدة من أقدم وأعرق المدن السياحية في أوروبا، كان يزورها تقريبا 10 مليون سائح سنويا. إحنا ليش في بروج؟ لأنها تعتبر خير ممثل للأكل البلجيكي. تعرفوا مطعم سبوي يا أصدقاء صح؟ مطعم وسلسلة مطاعم أمريكية، هي فكرة أنك تطلب الخبزة تبعتك يحمصوا لك إياها، بعدين يحطوا لك فيها المكونات أو الفيلينجز من الأشياء اللي موجودة قدامك على البار. هذا المبدأ مش أمريكي، هذا المبدأ هو مبدأ الفطور أو السندويشات هون في بلجيكا. فالفكرة أنه نفوت عندنا مكونات كتير، نختار الخبزة تبعتنا ونقول بسم الله. هلو هاي أوكي let's start spicy one yes I like that. لحمة نية مهروسة زي تقول بيف تارتار، لحمة عجل غير مطبوخة، لحمة عجل بتضل تنضرب بالخلاط وينخلط معها شوية أشياء لحد ما تصير تارتار. هذا التارتار بنحط في الخبزة، بنحط معه بيكلز، بنحط معه شوية خضار. Thank you, thank you. السندويشة فيها حبات سمكة الأنشوفي الصغيرة، هاي طعمتها قوية ترى، هاي طعمتها حادة، أتوقع محطوطة عشان تضيع طعمة اللحم النية، وإذا في أي طعمة مش مقبولة من اللحم النية لا. سندويشة ناجحة جدا صراحة، صراحة سندويشة ناجحة، أنجح من بدون ذكر أسامي التكوينات الغريبة منها أو تكوينات النسخ المصدرة منها. هنا الأصل، هذا الإشي الزاكي والله، يمكن من أزكى سندويشات الفطور اللي أكلها في أوروبا. خبز زاكي، الحشو زاكي، الأشياء اللي فيها طيبة، فيها هذا التوباسكو صوص. ها يلا يوم مشرق وجميل في بروج. واللي بعده يا أصدقاء، اللي بعده. عاصمة الشوكولاتة في العالم يا اخواننا بلجيكا. دائما نسمع عن البلجن شوكليت والبلجن وافلز، اكلناها في الجزء الاول من الحلقه. بلجن شوكليت حكينا في بروكسل انه ما رحنا كلها هناك لانه هاي المدينه تعتبر عاصمه شوكولاته في العالم. بروج فيها اماكن شوكولاته، عندها اختام، عندها تصريح، عندها جوائز، عندها اصلا مبدا في بيع واكل الشوكولاته مش موجود في كثير اماكن. يلا. هلو هلو هاي هاو ار يو دوينج؟ Can I take chocolate slabs first? One with hazelnut, yes. هو مبدأ الشوكولاتة عندهم يا إخواننا زي ما شايفين تنباع شوكولاتة بالبلوكات بالطبوبة، يعني هي هيك صينية شوكولاتة وبقطعوا ببيعوا فيها بالجرام، فأنت على الوزن اللي أنت بتطلبه. هاي الشوكولاتة أتوقع بتنعمل بشكل دوري، فبتكون حتى الشوكولاتة نفسها طازة، وعنده كثير شوكولاتات وأشياء هيك مبادئ مختلفة. يا إخواننا أنا اشتريت خروف على شكل شوكولاتة. يا اخواننا انتم متخيلين؟ طلع خروف، خروف وربي. طيب ناكل الاشياء، والله المكان حلو، القعده حلوه لانه الشمس طالعه هيك والجو حلو صراحه. المدينه جميله جدا جدا جدا، فاحنا نقعد على نهر المدينه وناكل شوكولاته المدينه في موطنها الاصلي. البلوكات هاي زي ما شفتوا تنباع هيك بالصفطه بالجرام. وما زالت بلجيكا بتعلمنا طعمة الأشياء الأصلية. هاي طعمة الشوكولاتة، هاي هي الشوكولاتة
بطعمتها الهادية الرايقة الطبيعية. طب الحين أنا بدي أجرب الترافلز وبدي أجرب البرتقال. برتقال مجفف مسكر يعني أتوقع فيه سكر من برا ومغمس في الشوكولاتة. واو واو، والدنيا الشمس طالعة والجو حلو والمنظر اللي أنت شايفينه. وات، تعرف الشوكولاتة المحشية برتقال؟ هاي هذا الأساس تبعها، هذا الروح تبعها، برتقال حقيقي مجفف حواليه الشوكولاتة. يا الله مطيبها، يا الله مطيبها. شكرا. هذه يا أصدقاء ترافل مغلف بشوكولاتة. ترافل اللي هو نوع من أنواع الفطر طبعا، لكن الحلو في الموضوع أنه في بلجيكا الواحد مش بس بيأكل شوكولاتة، أو لما تشتري شوكولاتة السعر مش بس سعر الشوكولاتة نفسها، سعر المخ اللي كون هاي الشغلة. كل شوكولاتة ريسيبي مختلفة، شيفات معروفين بيشتغلوا فقط على الشوكولاتة. الترافل لحالها في تقريبا إشي 50 شيف في بلجيكا كلياتها اللي مسموح لهم يشتغلوا هاي الأشياء. أغلب الشوكولاتة حتى بتكون شغل إيدين، والتزيين اللي عليها برضو شغل إيدين. إيش حكينا؟ عاصمة الشوكولاتة في العالم. اللي بعده، لا الكيس اللي بعده. عارف ايش بدي اسوي؟ اركب الحنطور. مدينة بروج كان فيها واحد من اقدم واكبر الموانئ في اوروبا في وقت العصور الوسطى ولليوم. عشان هيك لما نحكي موانئ، لما نحكي بحر، بحارين، صيادين، عن ايش بنتكلم؟ عن اكلة سمك. تقريبا مش رح ناكل سمك، رح ناكل شغلة تانية من البحر اللي هي الاويسترز. هاي المنطقة من العالم، بلجيكا، فرنسا، خصوصا مدينة بروج لانها في شمال غرب بلجيكا، فيها واحدة من افخم انواع الاويسترز في العالم. شايفين السوائل اللي جوا حبة المحارة؟ هذا اللي بدنا نحس فيه. فأول واحدة حندوقها بدون لا ليمون ولا منكهات على طول. بسم الله. المفروض أنها فاكة. يس فاكة. واو، لا هذا طعمته غير، طعمته هيك فيها بيترنس، فيها مزة شوي، فيه حلاوة شوي، فيها تحس أنه عليها مطبوخة بزبدة ولا كريمة لو كانت مطبوخة. مضغتها خفيفة، طعمها. دوق واحدة تانية. بحب الشعور تاع الصدمات، بحب الشعور بالأشياء اللي بتقول لك إشي جديد وانت قاعد بتاكلها. هاي نحط عليها ليمون ولا لا؟ برضو لا، عشان بدي أسوي ريجستريشن للطعمة. هاي طعمة أول مرة توصل على المخ. هاي المحارة هون وهاي ميتها. واو واو واو، هي صغيرة صح؟ هاي مش وجبة، هاي نقرشة هيك تسالي، لكنها بتعبي التم كله 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 كله، طعمة من فوق من تحت الأجناب الأسنان كله. الواحد قاعد بحس إنه لسه طالع من البحر. هذا اختراع جميل. هاي آخر واحدة لازم يكون فيها ليمون ولا بزعل منا الليمون. نيجي الحين لهذا الصحن. هذا الصحن عليه فخدة. فخدة إيش؟ أكلنا أشياء رهيبة هون في بلجيكا. أقول لكم شغلة ما راح أحكي لكم فخدة إيش. أكلنا مبارح بط، اليوم راح ناكل مش بط ولا دجاج، شغلة جديدة. خلاص أنا قررت مش أحكي لكم اسمها، أنتوا حكوا لي في التعليقات. شايفين هاي الفخدة بالضبط؟ فخدة أي كائن حي، أو هو كان كائن حي الحين صار مذبوح، لكن بيعملوه بطبخوه مع 30 بهار مختلف. هاي الصلصة اللي هون فيها 30 بهار مختلف. أنا متحمس أدوق الصلصة نفسها، فيها أتوقع إشي حلو كأنه برقوق هذا أو تمر إشي زي هيك. فصلصة غنية جدا، فيها بصل، فيها حمص. أوه واو. طب ندوق لحمة الإشي اللي مش هحكي لكم شو هو. احنا جايين على بلجيكا عشان اللغوص. هو بتيجي لحمته ناشفة شوي، هذا الكائن. لحمته بيضة شبه الدجاج بس مش دجاج. وفي مصر بيعملوا فيه، يمكن أول مرة أكل صحن في أوروبا فيه بهارات لهاي الدرجة. نطلع منه للصحن الثالث المهم برضو جدا في هاي المنطقة، ونرجع للأشياء البحرية، انه الثمار البحر او بلح البحر اللي هو المسلز. مسلز هون مطبوخه بصلصه بيضه والثوم. ويا سلام لما تحط الثوم على المرقه البيضه على المسلز، يا سلام. احنا ايش لازم نسوي؟ لازم ناخذ المرقه البيضه هاي. بس احنا هون حنقعد نأزئز. هاي العمليه قد تدوم من 10 دقائق الى ربع ساعه ثلث ساعه في حاله مزمزه. تاخذ المحاره في الوايت صوص على طول. نيكس.
في بطاطا صح؟ لازم يكون في بطاطا في بلجيكا مع الوجبات بشكل عام. بجيب لك يا بطاطا مقلية يا بطاطا بهاي الطريقة يا بطاطا مهروسة. يلا اخواننا نيكست نيكست اللي بعده. جاء المساء وفي المساء ايش بصير؟ وجبة العشاء بعد كل الأشياء اللي أكلناها في حلقة اليوم. صدقوني ما في إشي بلجيكي بلجيكي عميق أكتر من اللي راح ناكله الحين. يجيل عنا مطعم هنا في بروج اسمه ون متخصص بالأكل البلجيكي اللي يمكن هاي المنطقة كانت اسكندنافية زمان أو كانت فايكينج زمان، فحتلاقي الأكلات من أصول فايكينجز لكن في بلجيكا. بدايتنا يا أصدقاء راح تكون مع هذا الصحن الجميل فلاميش بيف ستو، طبيخ لحمة بقرية مقطعة بتنطبخ في هذا الصوص لمدة 6 ساعات. نقول بسم الله ونشوف. لحظة بتقدم معاها تفاح، فالواحد يأكل لحم بقري مع تفاح. لحمة وتفاح. يلا معلش احنا جايين هون عشان نستكشف. والله يجي غريب، كيف لحمة وتفاح؟ استنوا لازم نجرب مرة تانية. أقولكم بدون خبز كمان. طرية اللحمة، طرية يعني بالشوكة هيك بتدعسها خلاص بتروح. طيب لحمة طرية وتفاح طري كمان، تفاح ترى مطبوخ، تفاح مطبوخ فدايب شوي. هنا بلجيكا وكالعادة لازم يكون في صحن بطاطا، وكالعادة اللي بتكون متحمس لصحن البطاطا اللي بيجيك. بلجيكا البطاطا عندهم رهيبة رهيبة رهيبة، حتى المدينة فيها متحف خاص بالبطاطا. تاني صحن يا أصدقاء، ويا رب نخلص حلقة اليوم. والله الصراحة حلقة بلجيكا صدمتني، يعني من الدول اللي كنت رايحها وأنا هاكل هم إيش داكل فيها، لكن ما شاء الله عندهم أشياء كتير. الحين ندوق كور اللحمة ولكن بصلصة الكرز. تخيل يعني صلصة كرز وطماطم، وهنا بنحكي سي سي وريفيرنس لأجدع ناس طبخوا لحمة بالكرز، أهل حلب. هاي اللحمة فيل، الفيل اللي هو العجل الصغير في العمر، بتكون لحمته هيك شوية بيضة، بتكون أطرى لكنها أخف الطعم شوي. مطبخهم مليان سويت اند ساور، مطبخ البلجيكي فيه الأشياء المالحة والحلوة مع بعض موجودة كتير. قبل شوي لحمة بتفاح، الحين لحمة بكرز. احنا المفروض أننا نكتفي بهذا القدر في هاي الحلقة، لكني والله جيت في المنيو هنا قريت هيك شغل عندهم، قلت لهم محلية، قالوا محلية، يعني البقر تاعكم محلي يعني الستيك تاعكم محلي، قالوا فقلت لهم وحدة ستيك بقر محلي في المنيو. مسك الختام، مسك الدنيا كلها الستيك. معلش سامحوني، عادي هي عادي عندي في الدنيا، الواحد بلف وأكلنا كتير استيكات مختلفة حول العالم، أكلنا الحمد لله أفضل قطع لحمة موجودة حول العالم. فقلنا هنا شفنا عندهم لحمة محلية، والمفروض اللحمة في أوروبا بشكل عام قوية، فمش غلط إن نجرب الستيك عندهم، ستيك بلجيكي. هذا ما يبحث عنه باسل الحاج، هذا المنظر، هذا اللون، هاي الريحة، هاي الارتداد، هاي الطراوي، هاي الجوسز اللي في اللحمة. هون حاطين لي قطعتين زبدة، نحط واحدة هون واحدة هون. الستيك صراحة مش بطالة، يعني مش حتنافس أنجس ولا أسادو ولا واجيو، لكن زي ما حكيت وزي ما توقعت مستوى اللحمة المحلية في أوروبا ممتازة، وأنا بحب هاي القصة. تاكل لحمة محلية في البلد اللي بتروح عليها، أنت قاعد بتاكل إشي جديد، إشي مختلف عن أي مكان تاني. خلصت حلقة اليوم، شوفكم في حلقة جديدة، مكان جديد، أكل جديد. سلام. خد كارو هاي لك. حعدي هيك وانت انا احاول انزلها بظهري. لا 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 وامشي وراي عادي، انا حمشي هيك وانت لف وامشي وراي وحننزل ورا. يلا اسمع، بس اوصل جوا المطعم راح اتكلم شوي، يعني بس اوصل جوا المطعم حلف عليك واقول عارفين يا اخواننا هذا الكهف او الخندق هذا ايش بسموه، الحفرة هاي محفورة من نفق اسمه ولا لا ممر كهف الملك، هو هذا الكهف.
كهف الملك. هذا الكهف محفور من 1400 وإشي. أهلا وسهلا على راسي. محفور من 1400 وإشي. المكان كان مخزن ملح عشان ما فيش رطوبة كثير أتوقع. كان مخزن واين كمان للملك، لملك إسبانيا. هل؟ اسمع حتكلمها جوا جوا وأنا قاعد مش وأنا ماشي. يلا جاهز؟ كلمتين هم كلهم. يلا يلا. يلا.